ده فيما يخص منتخبنا الوطني. زي ما حضراتكم عارفين 1 يونيو ان شاء الله ينضم محمد صلاح للمعسكر، وبنسبه 100% محمد صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر. هو دلوقتي في اجازه في مصر بالمناسبه، يعني هيخلص الاجازه يبقى موجود يوم 1 يونيو في معسكر منتخب مصر. حد هيقول لك يا عم هو جاي متاخر ليه، يعني هو بيعمل ايه؟ على فكره هو محمد صلاح يوم 1 يونيو دي هيبقى موجود في معسكر المنتخب قبل يومين من الاجنده الدوليه. لو هو بقى هيشتغل لنا احترافي وانا دوري انجليزي وانا ليفربول، هيجي يقول لك انا يوم 3 موجود معاك، لكن هو راجل جاي يوم 1، فان شاء الله الامور تبقى على خير ما يرام. طيب معايا عبر الهاتف الان واحد دائما وابدا بقول عليه من افضل المدربين المصريين في اخر 10-15 سنه، واحد من الاسماء الكبيره جدا اللي اضافت للتدريب في مصر، في مصر وخارج مصر كمان. يعني دايما اقول ان المدربين بتوعنا لازم يبقوا موجودين في الوطن العربي. هو من اكتر الناس اللي شرفتنا في الوطن العربي في الفترات والسنوات الاخيره، اسم كبير، اسم له انجازات عديده، هو الكابتن الكبير كابتن حسام البدري. يا كابتن حسام مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. مساء الخير يا كريم، الله يخليك. انا بتشرف ان اكون معاك واستمتع دايما باسلوبك وكلامك، وربنا يوفقك دايما. ده الشرف ليا كبير يا كابتن حسام. الله يخليك. انا لسه كنت بتكلم على الحاله المعنويه في معسكر منتخب مصر واحنا رايحين لمباراتين مهمتين في تصفيات كاس العالم ان شاء الله. نصايحك ايه ان شاء الله للاعبين وللجهاز الفني والمنتخبنا باذن الله قبل المباراتين؟ طبعا كل التوفيق للمنتخب ان شاء الله والجهاز الفني الجديد، كل التوفيق لحسام حسن وجهازه الفني والاداري. ويمكن انا شفت لقطات من خلال التجمع الاول بشكل رسمي للمنتخب، وشايف ان الحلقه ايجابيه جدا، واعتقد ان هو حتى القائمه يعني مناسبه جدا للمرحله وللمستوى اللي ظهر عليه اللعيبه، وباذن الله يبقى موفق في المباراتين دول لانهم مهمين جدا في البدايه. ان شاء الله الفوز بيهم هيبقى عامل ثقه كبير جدا للجهاز واللاعبين ان شاء الله في المباراه القادمه. كابتن حسام، وانا بتكلم مع واحد درب منتخب مصر، مع كل قائمه المنتخب مصر سواء معاك مع كابتن حسام حسن مع كل المدربين هناك انتقادات، ومين كان المفروض يخش ومين كان المفروض يخرج. ودايما انا شخصيا بقول انه بيبقى المدرب له حساباته الفنيه والتكتيكيه في الملعب وبيختار على اساسها، فممكن ما تكونش هي حساباتنا. رايك في القائمه ورايك في اختيارات الكابتن حسام حسن بشكل عام او في الفكره دي تحديدا يا كابتن حسام؟ يعني انا بحييك على كلامك وانت بتسالني السؤال، يعني انت بتسالني سؤال انت قلت كلمه واحده فيها الاجابه. حسابات الجهاز الفني، حساباته مع المباراتين، حساباته داخل الملعب، حساباته للحاله الموجوده الفنيه والنفسيه، بيقسم المباراتين كلهم لان الوقت بينهم بسيط جدا. لا قدر الله لو في اصابات، لو في يعني ظهور بعدم مستوى جيد، كل الكلام دوت بيبقى في اعتبارات المدير الفني وفي المعايير اللي هو على اساسها بيختار. لكن بعض الناس انا شايفها طبعا وجهت انتقادات للقائمه ان هناك حسابات. اعتقد ان حسام في المرحله دي بعيد عن اي حسابات. لو كانت في لعيبه قبل كده بتتكلم بشكل غير مرضي، بشكل غير مقبول، لازم المدير الفني طبعا يبقى كل حساباته خاصه بالفريق، خاصه بالمرحله اللي هو فيها، خاصه ان هو بيفكر في الفوز في المباراتين. واعتقد ان هو ده اللي حسام حسن فكر فيه، وبنتمنى له التوفيق ان شاء الله.